طبعاً بهذا اليوم الاحتفالات موجودة بكل بقاع الأرض لاستبشار وفرح بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وبتختلف الاحتفالات من مكان لمكان بذكرى مولد النبي نبي المحبة والسلام. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة خلود السروجي، مستشارة إعلامية في وزارة الأوقاف والمشرفة العامة على معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم للإناث، وكذلك داعية بمساجد دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. كل عام وأنت بألف خير. وأنتوا بألف ألف ألف خير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتورة. كل عام وحضرتك بألف خير. يعني زميلتي بداية حكت أنه الاحتفالات كثيرة اليوم بكل بقاع الأرض بهذا اليوم المميز، اليوم الاستثنائي بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نفوت هيك ونحكي ونتعمق بقدسية هذا اليوم وبمعانيه وقيمه، خلينا نعرف منك شو أهمية هذا اليوم. أهمية هذا اليوم الحقيقة لو العمر بأكمله جلسنا نتحدث عن خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين، والله لما أوجزنا. ولكن بما نصف النبي عليه الصلاة والسلام أولا وذكرهم بأيام الله، هي خصوصية اليوم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: قل ماذا يا رب؟ قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إذن اليوم ببلدنا، بسوريتنا، بهويتنا، بوطننا الحبيب، ما أحوجنا إلى هذا اليوم، إلى يوم التعايش مع من بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبداية بدي أبدأ وسلم كما علمنا رسول الإنسانية ورسول السلام ورسول المحبة. ماذا قال؟ جمع الصحابة حولهم مثل ما نحن الشام كلها مجموعة مع بعض البعض، مو بس به اليوم، دائما أبدا. جمع الصحابة وقال لهم: لن تؤمنوا. يعني هلأ أنا بدي سلم عليك، علمنا كيف نسلم رسول السلام. نحكي كيف نسلم به اليوم وناخده كمان قاعدة، لأنه لكل يوم حتى أعيش أنا بسلام وأمان ودفى وحنان. انظروا إلى ماذا قال سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام. قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب ما هو الإيمان؟ قال: ولن تؤمنوا. وإذا أنا آمنت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: ولن تؤمنوا. الثمرة تبع الإيمان من علمنا لمن نحتفل به، لا نقول بهذا اليوم بل في كل لحظة بكل ثانية. بل قال عليه الصلاة والسلام: ولن تؤمنوا حتى تحاب، يعني المحبة. قال: من الآخر، وهو الصحابة مجموعين، يعني الجمع يعني المحبة. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. يعني رسالته رسالة السلام. إذن اليوم يوم فرح، يوم عيد، والمؤمن كل أيام عيد. فالإسلام عن ماذا نتحدث في هذا اليوم؟ البعض بيقول أنا بدي أحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام. هلأ الصغار الكبار عن هذا اليوم يقولون: نتمنى أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى كيف كانت أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان النبي أوصافه الخلقية والخلقية؟ سنفرد إلى الخلقية ولكن الخلقية كيف؟ هلأ حتى يعني أحبابنا وزميلاتنا الآن بيقولوا لي فعلا هذا سؤال مهم. أنا صحيح. أحتفل بصاحب الذكرى، ولا نقول ذكرى لأنه حي في قلوبنا. بتقولي لي كيف كانت أوصافه؟ أقول لك: السيدة أم معبد لما دخل عليها بالهجرة، ولا نقول هاجر كمان، هي نقطة بدنا نفرد لحلقات وحوارات، بل هجرة أي أرغم على الهجرة. فلما دخل لم تعلم بأن ذاك رسول الله. أنا ما هدفي من الحديث الذي أتحدثه الآن إلا لأصف رسول الله، ولا يستطيع أحد أن يصف ويكون وصافا سوى المرأة بومضة تستطيع أن تصف كل شيء أمامها لحنكة وذكاء قد خصها الله تعالى بها لهذه المرأة التي هي كل شيء، ومنها أيضا نبني مجتمعا بأكمله. فقال دخل إلى خيمة أم معبد فنظرت إليه وقال: قدمي نعم التمر والحلوب. وقالت: ليس عندي. وقالت 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 قالت: ليس عندي سوى شات. وخلفها الجهد وهي أجهد من أن يكون بها حليب. فأبو بكر
وعامر ابن فهيرة قال تأذنين أن يحلبها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقدم ومسح على ضرعه. من نحتفل بمولده الذي هو ميلاد للإنسانية وللرحمة وللعطاء، مسح على ضرعه وأومأ للشاة أن تعالي. نريد أن نصف الآن، وحلب النبي وبدأ ضرع الشاة ثجا مدرارا، ومن ثم قدم الكأس لأم عبد، لم يشرب، إلى أبا بكر. إلى هذا ماذا يعلمنا ويرشدنا أيضا؟ وساقي القوم آخرهم شربة، أي الخدمة، أي جبر الخاطر، أي التعايش، أي إطعام الطعام في يوم ذي مسغبة. الوقت اللي أنا عطشان، الوقت اللي أنا بحاجتك، مدي لي إيدك، لا أبشربه أنا كأني شربت. فعندها وخرج النبي. لما دخل زوج أم عبد، الخيمة ليس فيها لا حلوب ولا ماء ولا أي شيء. كانت سنة يعني جدباء، ليس فيها ليس فيها زرع ولا. ويدخل قال أرى الخيمة مشرقة من إشراق القلب. هذا هو من تشرق الدنيا. قم زين الدنيا بماذا؟ بيوم زينة رسول الله. واصدح على سمع السماء والزماء ورددي والزمان ورددي مدحا يليق بكبريات صفاته. فماذا نقول في هذا اليوم؟ الله أقسم بحياتي. قال يا أم عبد، يا أم عبد، حدثينا، حدثيني، ما من دخل علينا وأرى في الخيمة حلوب وليس فيها حلوب؟ قالت يا أبو معبد، دخل علي، تريدين رؤيا رسول الله؟ صلوا عليه. فقالت دخل علي رجلا ظاهر الوضاء، في عينيه دعج، في أشفاره وطف، في صوته صحل، في عنقه سطع، أزج أقرن أكحل. يا أبو معبد، لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر. إن تحدث نعم خرج الدر من فيه، وإن أمر تبادر لأمره. يا أبو معبد، لا عابس ولا مفند. قال يا أم معبد، هذا الرجل الذي تطلبه قريش، وإن سألنا وأردنا أن نتحدث عن الشباب، عن الفتي، عن الصغار، عن الكبار، من هو رسول الله؟ إن أردت أن تسأل عن رسول الله فسأل الصبح وضحى، كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تسأل عن تبتله فسل الليل ودجاه، وإن أردت أن تسأل عن عطره فسل العطر وشذاه، وإن أردت أن تسأل عن حنوه فسل ذراع الشاة. لما اقتربت إليه وبكته قال من الذي أبكاك؟ فشكت إليه همها هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال من الذي أفجعها؟ من صاحب هذه الناقة؟ فاقتربت قال أنا يا رسول الله. ما أجمل هالكلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد شكت إلي هذه الشاة، قالت لي بأنك تؤلمها وتجيعها، الراحمون يرحمهم الله. وإن أردت أن تسأل السماء عن رسول الله لقالت ما سمع لندائك ما سمعت لي أذنا. وإن سألت الخالق البارئ المصور عن محمد خاتم الأنبياء الذي أتى ليتمم مكارم الأخلاق لقالت لقال الحق جل في علا كفاه وكفاه وكفاه. في يوم ذكرى نقولها وفي كل آن أنه من صلى على النبي محمد صلى عليه الإله صلى الله عليه وسلم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خلينا نحكي عن القيم والأخلاق اللي نادى فيها الرسول خلال فترة حياته ودعا الأجيال لتقتدي فيها وتتبعه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما نعته الله تعالى ووصفه في القرآن فقال ماذا قال عنه؟ قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا حريص على نجاتنا. ما هي القيم الأخلاقية التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو تحدثنا عن القيمة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام كزوج، كإنسان، رسول الإنسانية، قبل أن يدخل إلى بيتي كان يستاك عندما يطرق باب الحجرة لتستقبله نعم زوجاته ويقبل زوجاته، ليستمع ساعة في الليل وساعة في النهار وهو سيد الأمة. وأيضا لنتعلم من إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي هو بشر. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عندما كان يجلس مع السيدة عائشة
وتشرب السيدة، هذه قيمة إنسانية، قيمة الرجل، نعم، كيف يتعامل الرجل مع المرأة عندما كان يتحدث، نعم. فتأتي السيدة عائشة لتشرب، ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إلى مكان شرب الزوجة التي قدرها النبي، ويحمل الإناء وينظر إلى مكان فيه السيدة عائشة ليشرب من مكانها، وأيضا ليعلم بأن للمرأة، نعم، مزاج، هي لها نفسية، لها نفسية، أحيانا تكون غضبة، أحيانا تكون في حالة ما تعتاد عليها، فينظر، قال إنني لا أعلم يا عائشة متى تكوني راضية ومتى تكوني غضبة. فتضحك السيدة عائشة، وعن قيم رسول الله، علمنا الراحمون يرحمهم الرحمن، وإذا أردتم رحمتي فارحموا عبادي وخلقي. ذات يوم النبي عليه الصلاة في ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فيرى الجنازة، فيقف في منتصف الجنازة، فيأتي الصحابة ويقولون يا رسول الله إنها ليست، أتعلم جنازة من هذه؟ قال من؟ قالوا جنازة يهودي. فقال أليست هي نفس؟ هذه ماذا تعلمنا؟ نتعلم من قيم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان ذات يوم في سفر، وكان معه جابر بن عبد الله ويمشي معه، ويعلم بأنه ماذا، هو رجل فقير الحال، يريد أن يساعد جابر بن عبد الله، ويمشي في السفر وهو سيد الأمة، يدع كل من كان معه من الصحابة ويسير الناقة، ناقة النبي، مع ناقة جابر بن عبد الله ليسأله، ويقول له ها يا جابر كيف حالك؟ شوفي الإطمئنان، شوفي إنه أنا طبطب عليه، متقول أنا مثلا أنا غني، أنا لا 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 لا، وهو سيد الأمة. فيقول كيف حالك يا جابر؟ قال الحمد لله. قال تزوجت يا جابر؟ يعني نحن لازم نتفقد بعضنا البعض، أتدرين لماذا؟ هذا هو رسول الرحمة. فينظر إليه جابر، نعم يا رسول الله. قال هيا شوف لحظة لحظة، قال أتزوجت ثيبا أم بكرا؟ فقال لا يا رسول الله، بل ثيبا. قال ولماذا لم تكن بكرا وأنت شاب؟ قال لأن أبي مات وخلف لي 9 أخوات من البنات، أريد أن تقوم على رعايتهم. فنظر إليه يريد مساعدة جابر، فقال له يا جابر أتبيعني هذه الناقة؟ يعني بده يساعده بطريق غير مباشر، مو أنه أنا الآن، ما أحوجنا الآن إلى السيرة النبوية، إلى عبق النبي، إلى أخلاق رسول الله. أخلاق ما هي؟ الدين أولها، العقل ثانيها، العلم ثالثها، الحلم رابعها، الجود خامسها، الشكر سادسها، الصبر سابعها، واللين باقيها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ليأتي النبي ويقول له أتبيعني هذه الناقة؟ فينظر إليه جابر، قال بل خذها لك يا رسول الله، هي إلك يا رسول الله، يعني مين أغلى عندي منك؟ فينظر إليه، قال بل بعني إياها، أنا ما بريد إلا أنه أنا أشتريها كما أمرني ربي، أنا لا، أنت حالتك على أدها، بس بده يساعد، بس ما بده يحسسه. فنظر إليه فقال بعشرة، فقال له أتبيعني إياها ب10 دراهم؟ قال بخستني يا رسول الله، ويضحك النبي. قال ب20؟ قال هي لك. قال إذن انتظرني وعند باب بيتي، عندما أصل أعطيك الدراهم. يصل إلى البيت ويتوضأ النبي ليخرج، ويذهب النبي إلى المسجد، وعندما يأتي جابر ويربط الناقة يقول أين رسول الله؟ هي له. فقال ترك لك أوقي من الذهب، وخذ ناقتك وعد من حيث أتيت. في يوم ذي مسغب، القيم الأخلاقية الإنسانية، هو رسول الإنسانية الذي نعم أوقف سفرا بأكمله من أجل أن يعطف على حمامة، قال من أفجع هذه بأولادها ردوا إليها، يعني كانوا بسفر وأرادوا أن يصطادوا، ردوا عليها أولادها. وماذا أتحدث عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصغار، عن الكبار، عندما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام مع في بيته، والحسن والحسين يتسلقان على كتف رسول الله لينظر إليهما، ويظل نعم في حالة القعود، وينحني للحسن والحسين ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. وأيضا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سنقول، إلا أنه كان إذا كان يؤدي الصلاة ويسمع طفل يبكي في المسجد ليقصر، إذا من أخلاقه إنما بعثت الرحمة المهداة، ماذا يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر.
هذه من أخلاق ونتحدث الكثير أكيد يعني الفكرة. دكتور الحديث يطول عن الأخلاق والقيم يلي نادى فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واللي لابد أنه نتعلم من هي القيم، إن كانت من محبة، من تسامح، من تواضع، من رحمة مثل ما ذكرتي حضرتك، ونطبقها أيضا بحياتنا اليومية. طيب خلينا نحكي اليوم، أكيد الاحتفالات بتختلف من بلد أو من مكان للتاني، لكن يمكن الفرحة والبهجة بخصوصية خصوصية هذا اليوم تكون وحدة ثابتة. طيب خلينا نحكي عن خصوصية الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف ببلاد الشام. ببلاد الشام إن تحدثنا حديثي ولا حرج، هذه الشام المباركة. أولا الشام هي صفوة الله، قال عنها النبي صاحب الاحتفال، هي صفوة الله من أرضه، هذه الشام المباركة يشتبي إليها خيرته من خلقه. هذه الشام التي دعا لها النبي، نعم، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. فمن خصوصيتها منذ أن كنا صغارا، والجار مع الجار. وناهيك عن ذلك، الوقت قصير، وأعلم بأنه خلف الكنترول، لو جلسنا ساعات وساعات لما انتهينا والله، ولكن أنا في طريقي إلى هذا الحوار الرقراق الذي يغذي النفوس والذي يجعلنا في سلام داخلي مع رسول السلام. فقال لي المعد وأنا أتحدث معه عن، أقول له كل عام وأنت بخير، قال لي كل عام وأنت بخير. واليوم كنت عم أقول لكل زملائي، قلت لهم إذا أنتم مالكم جايبين معكم ملبس أنا ما حأدخل للقناة. هذا عن شو بيع؟ قلت له، قال لي وبالرغم من ذلك اعلمي جيدا أنا مسيحي. ونعم وصور لي وفتح لي الجوال وأراني صور بأنه حاطت صور عن زينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لي بأنني مسيحي. فقلت له هذه هي الشام، يعني الشام تعودنا فيها أن خصوصية الاحتفال، علمنا أجدادنا والسلف الصالح بأنه بيوم العيد الجار يدق على الجار ويتفقد الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نحن حياتنا كلها بالشام هي أعياد الكنائس أو أجراس الكنائس، أمام المآذن، أمام خصوصية أنه أحد الصالحين بالشام منذ العبق. ولازم نعلم أولادنا، نعلم أولادنا بأنه هذا رسول المحبة ورسول التعايش. هي الشام اللي كلها بتحب بعض البعض، الشام إلى الآن واقفة مع بعض البعض، الشام هي صفوة من الصفوات، الشام يلي علمنا أولادنا وتعلمنا من رسول الحكمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم الذي نحتفل من أجله. الشام قال رأيت ليلة عرج بي إلى السماوات السبع، هي الشام هي النور، هي الفرح والسرور. لذلك نبتهل بمولد الرسول ونعلن راية الفرح، نعلن راية الفرح والسرور مع مولد النبي عليه الصلاة والسلام. الشام يلي يجيبوا الملبسات، ينظفوا البيوت، يحطوا الحلوى، يعزموا بعضهم البعض من جميع الطوائف. رستاتنا محافظين على هالعادة. وإلى الآن وإلى الآن كما أسلفت لك آنفا إنه هلأ لما قال لي أنا مسيحي، إذا ما بحتفل بهاليوم ما برضى. كلياتنا بنقول كل عام، كل ساعة، كل دقيقة، ونحن بألف خير. يروى عن أحد أجدادنا السالفين، يعني الصالحين، السلف الصالح بالشام بدمشق، كانوا شو يعملوا؟ يعني من خصوصية هاليوم، يهيئوا لقبل المولد، ينظفوا البيت، يزينوه بزينة الأضواء، ويعزموا الجيران من جميع الطوائف، من جميع الطوائف، هي من خصوصيته. فقال ونهيئ الحلوى ونجتمع مع بعضنا البعض ونتذكر مع بعضنا البعض. السلف يلي كنا تتذكر بها اليوم شو صار، تتذكر لما جارنا هيك، تتذكر لما عمل مثل ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، تتذكر كذا. ولكن سأقول أمر مهم جدا، بأنه من فرح بنا بها اليوم نعلنها بالشام اللي فيها خصوصية المولد وتعلمناها من أجدادنا، أنه يروى بأنه أحد أجدادنا اللي حبوا النبي، وكلياتنا منحبه، وما قعدنا مع بعض إلا لأنه نحن منحبه، إلا لأنه علمنا السلام والمحبة، وعلمنا أنه كيف نرتقي بالأخلاق. فبيقول لك هالجد هذا الصالح زيان وعمل الحلوى وعمل الطعام وعزم جيرانه، هو قاعد وتعبان وفرحان بالمولد، يعني من وعطاء الشغل والتعب والعناء والفرح. قال فأوفيت عيناي، قال فرأيت رسول الله. هدول أجدادنا، هي الشام، قديش أنفاسهم صادقة تتصل مباشرة شفافة.
قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رأيته في الرؤى يقول لي ماذا تفعل؟ فقلت أهيئ لمولدك يا رسول الله وأجمع الجيران والأحباب، ألك نصيحة تسدلها إلي؟ قال لا، بلغ عنا وجيرانك ومن اجتمع حولك من فرح بنا فرحنا به. إن شاء الله دائما الفرح موجود، فبذلك فليفرحوا. بدنا نفرح وذكرهم بأيام الله، بدنا نفرح وإنك لعلى خلق عظيم، بدنا نفرح، بدنا نطبق أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بدنا نفرح، بدنا نساعد بعضنا البعض، بدنا نفرح بأنه من قيم النبي عليه الصلاة والسلام، ونعلمهم إن الله وملائكته يصلون على النبي، لماذا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تبسمك. يعني اليوم ما نقول أنا متضايق، أنا بأزمة، أنا كذا، نقول له عد إلى السيرة النبوية. ما معنى السيرة؟ أي السير على لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الذي دخل عليه تقول الجار ما مثلا أحيانا أنا بضائقة، لا، قال لك من سار جابرا للخاطر أدركته العناية ولو كان في جوف المخاطر. يعني قديش لحظات جميلة. إن شاء الله كل العمر منضل بهالأجواء الرائعة ومنعلم فيها الشام وأهل وأطفالها وشبابها وصغارها وكبارها، لأنه هاي الشام كتير حلوة. رأيت ليلة عرج بي إلى السماوات السبع أن عمود القرآن قد استل من تحت وسادة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتبعته بصري فإذا هو بشامنا، بسوريتنا، ببلدنا يلي رب العالمين أكرمه من فوق سبع سنوات. دكتورة خلينا نحكي عن ومضات من السيرة النبوية الشريفة. طبعا هي أعطت دروس متعددة في الصبر والتعايش والقيم الإنسانية والدور الحضاري لهذا الدين بكافة المجتمعات. تماما. السيرة النبوية يعني جل سبحان الله، عندما تقرأين من أول ما خلق رسول الله، من منذ خلق يعني عندما خلق النبي عليه الصلاة والسلام، تجدين خلق يتيما، عاش مع أمه 5 سنوات، تيتم أيضا ليكفله من جده عبد المطلب، مات جده عبد المطلب عندما كان عمره 8 سنوات. بعد ذلك ماذا؟ كفله عمه أبو طالب. بعد ذلك لاقى ولاقى إلى مسيرة طويلة، إلى أن سأتحدث من السيرة النبوية إلى صبر النبي، ليقول عليه الصلاة والسلام عندما صدع برسالة السلام والإسلام وأوذي من قومه وشجى وضربوه وآذوه، الآن لكل من يلاقي ما يلاقي، إلى رسالة قلت لي الصبر والمسامحة والعفو. خير شاهد ودليل من السيرة النبوية ما هي؟ نعم، عندما طردوه وآذوه لينزل جبريل عليه السلام يقول إن الحق جل في علا بعثني الآن ويقول لك يا محمد إن الله قد أمر جبال مكة وتهامة بأن تطبق، لو أردت الآن بإشارة منك أن يطبق الجبلين والأخشبين على أهل مكة الذين آذوك وصبرت عليهم وعذبوك وشجوك وآذوك، بإشارة منك لأطبق عليهم. فماذا قال؟ المسامحة والعفو ودعاء. فرفع يداه وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعند أيضا فتح مكة ودانت له الجزيرة العربية ودخل إلى مكة، وعندما وقفت قريش أمامه أبو سفيان فنظر إليه، بالله عليك ماذا فعل؟ قال ماذا تظنون أني بعد أن لاقى ما لاقى وهجر عن وطنه وعلمنا حب الوطن ووقف لينظر إليهم وماذا قال؟ قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا، أنا مسامحكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعاشوا مع رسول الله وتفقدهم النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام من المسامحة والعفو وأيضا بل الحب؟ بعد أن آذوا وبعد أن دخل عليه رجل فظ غليظ ينظر إليه ويرفع السيف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينظر إليه وهو يبتسم بابتسامة. يعني عالج الموقف كله من السيرة النبوية بابتسامة. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال والله لا أسوين معك يا محمد حسابي، وأشهر السيف فيه.
فنظر إليه بنظرة النور. أنت لما بتشوفي إنسان قدامك بتقولي سبحان الله هذا ملامحه لا تنبي عن أمر آخر، أنا حسيت أنه أنا ظلمته فنظر إليه وقال له افعل ما تفعل. قال فوالله عندما دخلت إليه بنظرة وابتسامة من رسول الله دخلت عليه وما في الوجود أبغض منه إلي. وعندما نظر إلي بابتسامة المسامحة والعفو والمصالحة بالمحبة والسلام قال خرجت الآن وانكب على يدي رسول الله وما في الوجود أحب إليه مني. نحن الآن ما أحوجنا إلى هذه النظرة، إلى التعاضد، إلى المحبة. يعني لما نحن بنحتفل بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط نحتفل به هكذا ذكرى فقط، بل نتأسى بأخلاق. تمام دكتورة، مشان نستغل وقتنا معك خبرتينا قبل الهواء أنه في أدعية خاصة بدنا نختم مع حضرتك فيهم. نعم صدق. شهر الربيع هو شهر العطاء واسمه ربيع، وببركة النبي عليه الصلاة والسلام فاض الضرع ونعم أزهرت الأشجار. فلذلك في هذا اليوم المبارك هناك دعوة مستجابة. لماذا؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وأرفع اليدان أنتهز هذه الفرصة لأقول كل عام وبلدي الحبيبة بألف خير، كل عام وهالشعب الطيب بألف خير، كل عام نعم كل عام وأنتم بخير، جيشا شعبا قائدا أطفالا صغارا ركعا سجودا بهائم لكل شيء في بلادنا الحبيبة. لا أقول إلا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا اليوم المبارك. اللهم يا ربي بارك لنا في شامنا، اللهم مع ربيع رسول الله بارك لنا في شامنا، بارك لنا في أوطاننا، اللهم مع ربيع الخير صب علينا وعلى أوطاننا يا رب الخير صبا صبا، صب علينا الفرج صبا صبا، صب علينا النصر صبا صبا. مع هذا اليوم المبارك الذي يا رب جعلت لنا النور فقلت قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اللهم اجعل لنا الفرج والنصر والصلاح والفلاح، وأيد هذه الشام المباركة من فوق سبع سماوات يا من قلت في القرآن الكريم ليفرح هذا الشعب الذي صبر واجتباه الحنان المنان. فبذلك اللهم آمين فليفرحوا. آمين يا رب. شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير والجميع بألف خير ودائما بأعياد.